التطورات اللي عم تصير بلبنان وخصوصا انتظار القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية وبعد الأحداث الأمنية اللي حدثت أخيرا بالضاحية الجنوبية، اليوم اللي عم يتم التركيز على وضع الجيش اللبناني وكيف سيتصرف الجيش اللبناني في حال صار في أي إشكال أمني نتيجة للقرار الاتهامي. اليوم الاتصالات مجموعة من السفراء عم تحاول تستوضح حيادة الجيش، ممكن يصير هل الجيش رح يتعاطى بالإشكالات الأمنية، هل الجيش رح يضبط الوضع الأمني، الجيش عم تكون رؤيته واحدة أنه هو مستعد لأي ضبط أمني لمنع أي فتنة موجودة ممكن تحدث بعد القرار الاتهامي. بهذا الوقت النائب وليد جنبلاط عم يحاول كمان من جهته بصفته عم بيكون عنده مروحة واسعة من الاتصالات مع أفرقاء المعارضة، مع السوريين، مع الأمريكيين، مع 14 أذار، عم يحاول من جهته أيضا تطبيق الوضع لحتى ما يروح نحو لأي تطور أمني مقلق للبلد. من هيك اليوم شفنا اللقاء اللي صار بين النائب وليد جوبلات وقائد الجيش اللي بيصب بإطار التهدئة ومنع الفتنة بلبنان.